بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم. الخدعه اللي هنعملها دي قديمه لكن ما بيتزهقش منها. ازاي ممكن اعمل برنامج صغير بالنوت باد يقرا الكلام، يعني اكتب له كلام فينطقه يحوله لصوت؟ يعني عشان اعمل كده احنا هنستخدم السبيتش ابلكيشن بروجرامنج انترفيس، الاي بي اي. هي الطريقه اللي بتخلي برنامج يكلم برنامج تاني. يعني على سبيل المثال، في من ضمن الدروس اللي احنا شرحناها، خلينا الاكسس اللي هو برنامج في الاوفيس يبعت رساله على الموبايل. الاكسس ما يقدرش يبعت رساله على الموبايل، لكن هو بيكلم برنامج تاني. البرنامج ده بتبعت الرساله كان برنامج ويب عن طريق ايه؟ عشان يبعت له الامر فبيبعته له عن طريق اي بي اي. انت عندك ويب سايت مثلا وعايز تاخد، عندك اكسل فايل وعايز تاخد ملفات من ويب سايت معين، بتاخدها عن طريق ايه؟ بتاخدها عن طريق اي بي اي. فاحنا هنستخدم الاي بي اي الخاص بالكلام اللي هو سبيتش ابلكيشن بروجرامنج انترفيس، وده بيلت ان في الويندوز، ده موجود في الويندوز. عشان اعمل كده انا جوه النوت باد هعمل متغيرين، واحد اسمه اكس وواحد اسمه واي. اكس هو الرساله اللي انا عايز اليوزر يكتبها، فهقول له اكس دي بتساوي انبوت بوكس. انبوت بوكس هو المكان اللي اليوزر هيكتب فيه الرساله، واقدر احط عنوان للانبوت بوكس وليكن مثلا كرييتد باي، واكتب اسمي هو احمد فاروق كوما تايب يور تايب يور مسج. يبقى انا دلوقتي خلصت من اول خطوه، المكان اللي اليوزر هيكتب فيه الرساله انا عايز اقراها. واي بقى هخليه اوبجكت، فانا هعمل كرييت اوبجكت. الاوبجكت ده عباره عن جزء انستنت، يعني نسخه من الاس اي بي اي السبيتش ابلكيشن بروجرام انترفيس. السبيتش ابلكيشن بروجرام انترفيس فيه حاجات كتيره، يعني هو بيحول التكست لسبيتش، وبيعمل العكس، يحول الكلام المسموع لكلام مكتوب، وبيعمل سبيتش. مش انا عايز منه ايه؟ انا عايز منه تحديدا الاس بي فويس، عايز منه القدره على قراءه الكلام المكتوب. طيب دلوقتي واي اصبحت نسخه من السبيتش ابلكيشن بروجرام انترفيس، فتقدر تقرا الكلام اللي كتبه اليوزر في اكس. الملف ده لما اجي احفظه، انا احفظه في الميوزك لان انا فاتح الميوزك فولدر اهو، اختار بس من هنا اول فايل وهدي له اي اسم، تيست مثلا دوت في بي اس فيجوال بيزك سكريبت. اوكي قفلت، رحت المكان بتاعي، ادي الملف اهو، دبل كليك طلع لي الصندوق وفي الرساله انا كاتبها. هكتب هنا اي حاجه، تعالوا نشوف ايه الغلطه اللي في الكود. طبعا هي غلطه واضحه جدا. الناس اللي درست معانا فيجوال بيزك فور ابلكيشن، لما بساوي variable بأوبجكت لازم استخدم set. فاكرين لما كنا بنكريت variable نوع اوبجكت، كنا دايما بنقول طالما الفاريبل نوع اوبجكت لازم نعمل له set، ما نعملوش equal. خلاص كده كنترول اس، نفتح الفولدر اللي اسمه ميوزك كمان مره، try this. بس خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.